بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الفضائل الأخلاقية التوكل على الله سبحانه وتعالى، والحرص ضد التوكل، وهو من الرذائل الأخلاقية. التوكل هو السعي بما يقدر، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر. القوانين التي تحكم هذا العالم قسم منها تحت اختيار الإنسان يتمكن من التحكم في تلك القوانين، وقسم من تلك القوانين خارج عن قدرة الإنسان واختياره، فلا يتمكن من التحكم بها. الإنسان في القوانين التي يتمكن التحكم بها عليه أن يحاول وأن يعمل وأن يكد وأن يفكر وما إلى ذلك من الطرق التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ليصل إلى النتيجة المرجوة من جلب المنفعة ودفع المضرة. لكن بالنسبة إلى القوانين التي لا تكون تحت اختيار الإنسان ولا في سيطرته، فإن الإنسان يقف عاجزا أمام تلك القوانين، فعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يفوض أمره إلى الله ويلتجئ إليه، لكي لا تكون تلك القوانين بطريقة تسبب الضرر على الإنسان في دنياه أو في آخرته. ولذا الآية الشريفة تقول: فإذا عزمت فتوكل على الله، بمعنى أنك يا رسول الله اعمل حسب القوانين الطبيعية التي هي تحت قدرتك، وشاورهم في الأمر، اعف عنهم، استغفر لهم. فإذا عزمت، يعني قصدت أن تفعل هذا الفعل، حينئذ توكل على الله، لأنك قد أديت ما عليك، ولكن يبقى جملة من الأمور خارجة عن اختيارك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في تلك الأمور. الله يتحكم في كل الأمور، ولكن في بعض الأمور أقدر الإنسان، شاء أن يكون للإنسان القدرة في التحكم في تلك الأمور أيضا. ففيما لا تتمكن من التحكم بها أوكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان في الأمور التي يتمكن من التحكم بها ترك التحكم بها، ترك العمل، هذا لا يكون توكلا، وإنما يكون تواكلا، والتواكل مذموم. مثل الإنسان لا يذهب لطلب الرزق ويتوقع أن يرزقه الله سبحانه وتعالى، لا يدرس ويتوقع أن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه العلم، لا يعمل حسب القوانين الطبيعية ويتوقع أن الله سبحانه وتعالى يوصله إلى النتائج المرجوة، هذا تواكل وهذا مذموم. لكن إذا الإنسان ذهب إلى الدراسة وجد قد يكون هناك موانع تأتيه خارج عن اختياره، يطلب من الله سبحانه وتعالى لكي يسهل الأمور ويرفع تلك الموانع. الإنسان قد يذهب لطلب الرزق ولكنه يكد ويعمل، ولكن خلال الشهر لا يجد رزقا، لا يصل إلى النتيجة المرجوة. هنا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يذلل له الصعاب ويهيئ له الوسائل لكي يصل إلى النتيجة المرجوة. وأيضا ضد التوكل الحرص. الحرص بمعنى أنه الإنسان يكون طالبا للدنيا بدون حد معين. الإنسان يطلب الدنيا باعتبار أن جملة من أموره، مثلا رزقه، أمور الحياتية مرتبطة بالدنيا، يطلب الدنيا بحد معين، هذا مطلوب، لكن يتجاوز ذلك الحد إلى أكثر منه، هذا مذموم، هذا يكون حرصا. افرضوا مثلا شخص
يذهب إلى العمل، يعمل بالمقدار الطبيعي، لعله في بعض الأحيان يعيش في ظروف صعبة يحتاج إلى مال أكثر، يعمل أكثر ساعة ساعتين ثلاث ساعات لا بأس. لكن أن هذا الإنسان كل حياته تكون من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح في طلب الرزق، بحيث أنه يؤثر على عباداته، يؤثر على حياته الاجتماعية، يؤثر على حياته الأسرية، يؤثر على ارتباطاته، فهذا هو مذموم. هذا من الحرص، والحرص في الأمور المادية مذموم. نعم، إذا كان حرصا في أمور الآخرة أو حرص لهداية الناس، بأن يتعب الإنسان نفسه أكثر من اللازم لهداية الناس، هذا لا بأس به، بل من الصفات الممدوحة في رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان حريص على الناس لا حريص على الدنيا. الآية الشريفة تقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا حرص لهداية الناس، وهذا أمر محمود، لأنه في طريق كسب رضا الله سبحانه وتعالى، وفي طريق تطوير الناس وتطوير المجتمع بتقريبهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى الطاعات والعبادات. الإنسان المتوكل فائدة التوكل ترجع إليه، والإنسان الحريص ضرر الحرص يرجع إليه. الإنسان المتوكل مرتاح البال، لأنه يقول: إني عملت فيما أتمكن، وفيما لا أتمكن أوكلت أمري إلى الله، ونعم بالله، والله سبحانه وتعالى يقدر ما هو الخير والصلاح لعباده المؤمنين. وإذا قدر الله سبحانه وتعالى لعبد من العباد مرضا أو عسرا أو قلة رزق أو سجنا أو مشكلة قدرها، فإن هذا الإنسان الذي واقع في هذه المشكلة لتوكله على الله يعلم بأن الله سيعوض وسيضاعف ثواب هذا الإنسان المبتلى حسب ما وعد، إذا كان هذا الإنسان المبتلى يسير في مرضات الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستثمر هذا الشهر المبارك لكي نزيد توكلنا على الله سبحانه وتعالى، نزيد عملنا ونزيد توكلنا، لكي نستثمر أيام هذا الشهر المبارك بأحسن استثمار، والله سبحانه وتعالى يعين من أطاعه ومن توكل عليه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.